إلى ما جاء في طيب ريح النبي صلى الله عليه وسلم وطهارته وسواكه. النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب الرائحة دائما حتى وإن لم يمس طيبا. فعن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، قال: ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة النبي صلى الله عليه وسلم. جابر رضي الله عنه، جابر ابن سمرة، قال أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم خرج إلى أهله، قال: وخرجت معه، قال: فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، قال: وأما أنا فمسح خدي، قال: فوجدت ليده ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان طيب الرائحة وإن لم يمس طيبا، وكان يحب الطيب ولا يرده. قلت في المنظومة: وكان يحب الطيب قل لا يرده، ويكثر من لبس القناع محمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب ولا يرده، وكان يقول: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. وقال: من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة. نعم. وكان يكثر من لبس القناع. القناع بعضهم قال هو خرقة توضع على الرأس تحت العمامة لتقي العمامة من الدهن، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الدهن، من دهن شعر رأسه صلوات الله وسلامه عليه. وكان أحياناً بعضهم قال المراد بالقناع أن يتقنع وأن يغطي وجهه صلوات الله وسلامه عليه، يكثر من لبس القناع. ورد يعني أنه في الهجرة جاء متقنعاً، أي غطى وجهه. والقناع تغطية الوجه بطرف الثوب أو بطرف العمامة، هذا له أغراض، إما من شدة الحر أو من شدة البرد أو للتخفي، يعني في الهجرة كان من المناسب أن يتقنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يستعمل عند شدة البرد وشدة الحر إلى غير ذلك. ثم قلت له: سكة منها يطيب نفسه، وكان نقيا طيب الريح أحمد. كان له سكة، والمراد بها ظرف يوضع فيها الطفيه الطيب. نعم، يعني هي وعاء أو ظرف يضع فيها الطيب ويطيب منها نفسه صلوات الله وسلامه عليه. قلت: يصافح من يلقى فتبقى ليومها تضوع ممن كان صافحه اليد، وإن مسحت رأس الصبي يمينه تعرف من قد مس ريح تجدد، ويسلك فجا كل من شم عرفه يقول مشى هذا الطريق محمد. قلت: يصافح من يلقى فتبقى ليومها تضوع ممن كان صافحه اليد. إذا صافح الرجل النبي صلى الله عليه وسلم تبقى ريح طيبة في يدي من صافح النبي صلى الله عليه وسلم لسائر اليوم. قلت: وإن مسحت رأس الصبي يمينه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يمسح على رؤوس الصبيان، فإذا مسح على رأس صبي عرف هذا الصبي من بين الولدان من الريح التي تنتشر منه. قلت: ويسلك فجا كل من شم عرفه يقول مشى هذا الطريق محمد، يعني إذا سلك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا عرف هذا الطريق من أثر الريح التي تبقى، فيعرف حتى وإن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يعرف المرء الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت: وقد مج في بئر فأصبح ريحها يفوح كريح المسك يرويه أحمد. الإمام أحمد في المسند روى حديثا
عن وائل بن حجر قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بدلو من ماء فشرب منه ثم مج في الدلو، يعني بزق وطرح الماء من فمه، مجه ورده في الدلو، ثم صب هذا الدلو في بئر ففاح من هذه البئر مثل ريح المسك. هذا الحديث رواه أحمد. ثم قلت: وقل عرق المختار كان كلؤلؤ عليه صلاة الله، والنص مسند، عرقه فيه بريق كأنه اللؤلؤ. ثم قلت: وأم سليم جمعت بعضه كما روى مسلم والبيهقي وأحمد لتجعله في الطيب، قالت بأنه لأزكى شذا من كل طيب وأجود، سلتت عرق النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: هذا نجعله في طيبنا وإنه لأطيب الطيب. نعم. ثم قلت: وقد علم الناس الطهارة أحمد، فقد كان يدعوهم إليها ويرشد: وضوء وغسل والنقاء من الأذى، ومن فطرة الأخلاق خمس تعدد، ورغب في أمر السواك وحثهم عليه، وفي هذا أحاديث تسند. النبي صلى الله عليه وسلم كان طيب الرائحة، كان نقي الثوب والبدن، وهو الذي علم الناس الطهارة وحثهم عليها، وكان نظيفا نقيا طاهرا صلوات الله وسلامه عليه، مطهرا من كل دنس عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان يدعو الناس إلى الطهارة ويحثهم عليها، سواء طهارة البدن أو طهارة الثياب وطهارة المكان. نعم. لذلك الأصل في كل مسلم أن يكون أطهر مخلوق على وجه الأرض ظاهرا وباطنا، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته الطهارة، وهي أمة طهارة. نعم. وحتى المسلمون يبدأون في تعلم الفقه يبدأون بأحكام الطهارة ومعرفة المياه والأعيان الطاهرة والنجسة، كيفية إزالة النجاسة، وتعلم أحكام الغسل والوضوء. كل هذا شرط لصحة الصلاة، والصلاة تتكرر مع المسلم في كل يوم خمس مرات، فالمؤمن دائم الطهارة. والصلوات الخمس مثل الرجل الذي يكون في باب أحدكم، قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أرشد الأمة إلى سنن هي من سنن الفطرة، وهذه السنن في الغالب لها علاقة بالطهارة والنقاء وإزالة الأذى، فالختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب، كل ذلك له علاقة بالطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الناس وأرشدهم وحثهم على السواك، وكان يقول: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكان يكثر من السواك صلوات الله وسلامه عليه، وكان إذا استيقظ من الليل يشوص فاه بالسواك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني دائما في اتصال مع الملائكة، وينزل عليه الوحي، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أرقى وأطهر، وكان طاهرا ظاهرا وباطنا صلوات الله وسلامه عليه.